مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأخيرة الطبية اللي كنت بنوه عنها في بداية الحلقة، وهنتكلم فيه عن أهمية يعني تناول المكملات الغذائية في فترة زي ما بيتقال كده النقاهة. هنفهم أصلا يعني إيه فترة النقاهة علشان مش كل الناس فاهمها، أنا نفسي مش فاهمة يعني إيه فترة النقاهة، من دكتور دينا أبو السعود اللي منورانا. صباح الفل. صباح الخير. إيه الأخبار؟ الحمد لله. إيه النقاهة دي بقى؟ استعاد الصحة واستعاد الحياة واستعاد النشاط. ليه العودة مثلا من بعد مرض أو حاجة زي كده؟ مثلا بس طبعا فترة النقاهة مهم جدا ان احنا ناخد فيتامينز، ولكن الفيتامينز انا مش بقول بس في فترة النقاهة يا نهاوند، يعني احنا all the time لازم نعمل انتيك من الفيتامينز all the time. يمكن فترة النقاهة وقت مثلا مرض معين او وات ايفر بيبقى نفسيتي مسدودة، فالاكل الانتيك بتاع الفيتامينز مش كتير وفترة النقاهة برضو، فبنلجأ للفيتامينز. هي النقاهة دي بتبقى او فترة النقاهة بعد الخروج من أزمة صحية ولا ممكن أزمة نفسية؟ يعني كله ممكن أزمة نفسية، ممكن أزمة صحية، كل الحاجات دي بيحصل فيها فترات نقاهة. اوكي. لكن هو الفيتامينز الحقيقة مهمة في كل الفترات، يعني من أهم الناس اللي لازم لا غنى عن الفيتامينز، لا غنى. أصحاب الأمراض المزمنة مهم جدا ليهم الفيتامينز، زي الاورام، زي السكر، زي مريض القلب، وكمان الامراض النفسيه. او انت عارفه وقت المرض النفسي بيبقى طول الوقت نفسيته مسدوده، عنده في كده وفي كده، في ناس بياكلوا كتير وفي ناس ما معاهم بتقفل خالص. فمهم قوي ان هم ياخدوا الفيتامينز، وعلى طول بقول الفيتامينز لا ضرر من الفيتامينز اطلاقا ما دام بناخد الجرعه اللي مصرح بيها. عشان ناس، في ناس تقول لك ايه، لا ده الناس بتقول ما ناخدش فيتامينات، ده في توكسيستي، ده في سميه للفيتامينات. كثره الفيتامينات مش حلوه. اوكي. الكثره مش حلوه، بس الفيتامينات القابله للذوبان في الماء ملهاش توكسيستي من الاساس. اوكي. بس برجع اقول كثرتها مش حلوه، لان هي بتتكسر عن طريق الكبد والكلى، فكثرتها مش حلوه، لكن ملهاش سميه، ما بتتخزنش في الخلايا زي فيتامين سي، زي فيتامين بي كومبلكس، كله زي كل الحاجات دي. احنا عندنا الفيتامينات القابله للذوبان في الدهون فيتامين دي وكي واي، دول اللي ايه اخدهم بجرعات صغيره. أوكي. او في احيانا الفيتامينات بتبقى علاج، ده بيبقى تحت اشراف طبيب لما بيديني جرعات كبيره. زي فيتامين د، في ناس عندها فيتامين د 5 و6 المفروض ما يبقاش اقل من 30، وقتها الدكتور بيدي عالي قوي. في ناس عندها هشاشه عظم بيدي لهم كالسيوم عالي قوي لوقت معين. لكن الب مالتي فيت كل الفيتامينات اللي فيه تركيزها ما تخوفنيش ابدا، وبس اخدها بالطريقه الصح. طيب لو حد دلوقتي صاحب مرض مزمن، فبالتالي هو بيبقى الدكتور كاتب له فيتامينز محدده، حتى ممكن تكون لوحدها، زي مثلا يقول له خد ليتس سي زنك مثلا لوحده، خد اللي هي كنا بنقول عليها ايه اوميجا 3 مثلا، وات ايفر. فهم ممكن يبقى بياخدوا فيتامينز كونسنتريتد او يعني مركزه جدا. هل ده يتعارض مع الب مالتي فيت؟ يعني مثلا الب مالتي فيت من مكوناته الزنك على سبيل المثال، يعني لو واحد او مريض بياخد اوريدي زنك لوحده، هل يتعارض؟ بصي، هو وقتها بيستشير الطبيب احسن. يعني هل يتعارض؟ لان انا عندي الزنك في الب مالتي فيت 23.9، هل هو محتاج اكتر من كده زنك؟ يعني دي حاجه وقتها بنقدر نستشير الطبيب. لكن لو حد يقول لي طب اخد الب مالتي فيت من غير استشاره الطبيب، ما عنديش مشكله، لانه مكمل غذائي وليس علاج. الفيتامينات العلاجيه لما الدكتور بيكتب لي كونسنتريشنز عاليه قوي، يعني مثلا الكالسيوم عندي 70 ملي جرام فقط. الناس اللي عندها هشاشه عظم بتاخد اكتر من كده بكتير زي ما الدكتور بيحسبها. فيقولوا لي ايه، طب دكتوره دينا بتقول ناخده فتره طويله، طب في كالسيوم، هل الكالسيوم هيحصل له ترسيب او نسبته هتعلى في الدم؟ اطلاقا، لان انا محتاجه من الكالسيوم يوميا 1000. الاطفال محتاجين 700، البالغين محتاجين 1000، الحامل محتاجه 1200، الكبار في السن محتاجين 1200. فانا بقول مع الب مالتي فيت بدعم بالاكل الصحي، مفيش حاجه اسمها اخد الب مالتي فيت وما اكلش خالص. يقول لك خلاص انا كده لا طبعا. تمام. لا طبعا، لازم ادعم بالاكل الصحي، ولازم ناكل بروتينز، ولازم ناكل نشويات او كربوهيدرات بكميه محدوده، ولازم ناكل خضار وفاكهه.
طب الصحة النفسية لو رحنا لها شوية، وفكرة هنا الأدوية النفسية اللي معظم المرضى بياخدوها، هل بتتعارض مع الألبامالتي فيت؟ لأن هم بياخدوا طبعا اللي هي المضادات الاكتئاب والحاجات اللي زي كده، في ناس بتنام بمنوم بشكل يومي، هل في تعارض ولا لا؟ لا يتعارض اطلاقا مع الادويه النفسيه، بالعكس اطلاقا. الفا مالتي فيت بيدعم الصحه النفسيه، واكيد الادويه النفسيه ما باخدهاش اطلاقا، دي بقى اطلاقا غير تحت اشراف طبيب. لازم، لان الادويه النفسيه بتتاخد بجرعات، ولما بتيجي تتوقف ما بتتوقفش مره واحده، بتتوقف تحت اشراف طبيب كمان. لكن لا يتعارض اطلاقا مع الادويه النفسيه، بالعكس الدكتور ممكن كمان يدعم له بفيتامينات مع هذه الادويه. ايه المكون اللي في الب مالتي فيت بيشتغل على فكره التحسين الصحه النفسيه او المود يعني؟ فيتامين بي. فيتامين بي واوميجا كمان، اوميجا رائع لتدعيم الصحه النفسيه. وفيتامين بي اولا مغذي للاعصاب جامد جدا، ومغذي لاعصاب الدماغ او المخ. وفيتامين بي حلو جدا للنشاط وللطاقه، فطول ما الوقت انا حاسه ان يومي كل نشاط بلاقي نفسيتي احسن، فده مهم جدا. صح، القعده برضو كتير والواحد يقفل على نفسه بتؤثر بشكل كبير على الصحه النفسيه، بشكل طبعا طاقه كمان. طبعا مهمه قوي ان احنا نعرف نمارس نشاطنا الاجتماعي بشكل سليم. الب مالتي فيت الحلو اللي فيه انه فيه 13 عنصر وفيتامين الجسم محتاجه يوميا. الجسم محتاج فيتامين سي يوميا، محتاج فيتامين اي يوميا، محتاج فيتامين بي. على الشاشه انا عندي 13 فيتامين ومعدن مهمين جدا لدعم المناعه. مهم قوي ان انا اعرف ادعم مناعتي، لدعم الصحه النفسيه، لدعم التمثيل الغذائي. على طول بقول لك يا نهاوند، من غير تمثيل غذائي مفيش حياه. التمثيل الغذائي ان انا يبقى عندي القدره ان انا احول الاكل اللي باكله الى طاقه. صح. ففيتامين بي بيعمل ده. التمثيل الغذائي مهم لكل العمليات الحيويه، حتى الطاقات الخفيه. او انا قاعده معاكي كده انا محتاجه طاقه، ايه هي الطاقه؟ النفس بتاعي ده عايز طاقه، التركيز لوحده التركيز كمان عايز طاقه. عمليه الهضم، هضم الطعام دي عمليه مركبه جدا، لو ما عنديش طاقه وما عنديش فيتامين بي مش هيحصل هضم وامتصاص كويس قوي. طرد السموم، طرد التوكسينز من الجسم، نقل هرموناتي، كل دي محتاجه طاقه. فالب مالتي فيت داعم جدا للتمثيل الغذائي لانه بيحتوي على فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه. ده الحلو بقى، العيله متكامله زي ما العيلة متكاملة. يمكن من اشهرهم الكوبالامين، جاله كده صيت الكوبالامين جامد، فيتامين بي 12، وبتلاقي في مالتي فيتامينز فيه كله ما عدا الكوبالامين. بطمن الناس ان الب مالتي فيت دخله كوبالامين، كوبالامين مهم جدا ومش موجود الا في اللحوم والمصادر الحيوانيه. كويس جدا. طب نروح لاسئله المشاهدين زي ما احنا متعودين معاكي. منا محمد، انا اختي عندها كورونا بس الحمد لله بتتعافى منها، ممكن تاخد الب مالتي فيت ولا لا؟ طبعا يتاخد الب مالتي فيت مع البروتوكول بتاع وزاره الصحه المصريه اللي كاتباه. انت عارفه وقتها بياخدوا فيتامين سي، بياخدوا زنك، بياخدوا انتي بايوتكس خافض للحراره. اوريدي الب مالتي فيت في الكومباينيشن بتاع فيتامين سي وبتاع الزنك. انا عندي اعلى تركيز في الزنك 23.9، وعندي فيتامين سي موجود بنسبه 500 ملي جرام، نسبه كويسه جدا. مع البروتوكول بتاع وزاره الصحه مفيش اي مشكله. يعني مع البروتوكول عادي ناخد البروتوكول ده هيساعد على الشفاء كمان بشكل ممكن افضل. طب هل ممكن ناخده كوقايه كمان، يعني الواحد بدل ما ياخد زنك لوحده ياخد فيتامين سي لوحده، ياخد الب مالتي فيت فيساعد ان هو يبقى فيه وقايه كمان؟ بصي مفيش وقايه لفيروس كورونا، حتى التطعيم بيقول لك لا يقي من فيروس كورونا. لكن في ان انا اعلي مناعتي، يعني ان انا اعدي من الكورونا مش حاسه بيها قوي او مناعتي مش كويسه، ف يعني يحصل لي مشاكل صحيه بشكل ما. لكن هو الفيتامينز لا يعني لا ما بتحميش من الفيروس، لكن تقدر يبقى عندي جيش قوي من الوايت بلاد سيلز، من الانتي بوديز، من الميكروبيون اللي هو الحاجات اللي في جسمي المسؤوله عن المناعه، ان انا اهاجم الفيروس، لكن لا يمنع المرض اكيد. اكيد. عبد الله بحيري بيقول هل علبه الب مالتي فيت هي فيها كم قرص وكم شريط وبتكفي قد ايه؟ الب مالتي فيت فيه 3 شرايط، كل شريط فيه 10 اقراص، هيكفيني شهر كامل. السعر رائع، يعني السعر كويس جدا، متناول كل الناس.
بنصح بيه كل الستات اللي بتتفرج علينا تستخدمه من ساعه ما شافتني، بنصح كل الرجال اللي بتتفرج علينا تستخدمه من جميع الاعمار، من 15 سنه 12 13 سنه اقدر استخدمه. متواجد في صيدليات، احنا موجودين في سلسله صيدليات معروفه، وكمان اللي مش عايز ياخده من الصيدليه يقدر ياخده عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه. وبقول برضو للساده الصيادله، احنا موجودين في الشركه المتحده للصيادله، الشركه المتحده للصيادله بالكود بتاعنا 83205. كويس ده لو اي دكتور صيدلي عايز يوفر الب مالتي فيت داخل الصيدليه. حلو قوي. اميره احمد، ازاي انا مش عارفه اقرا، ازاي اقوي من مناعه والدتي؟ هي بس في لخبطه في الحروف. ازاي تقوي من مناعه والدتها؟ هي والدتها عندها 70 سنه، وهل امن ليها الب مالتي فيت؟ امن ليها جدا، هتقوي مناعتها بالب مالتي فيت لانه بيحتوي على فيتامين سي زي ما قلت، وبيحتوي على الزنك، وكمان تشرب ميه كويس، وتقلل نسبه السكريات لو بتاخد سكريات كتير، تقلل نسبه الدهون الضاره، ومهمه قوي الصحه النفسيه. انا عشان اقوي مناعتي يعني بقول السيدات الكبار، ده عامل الابناء ان هم ينزلوا يفسحوهم، ده مهم قوي ان هم يشموا الهواء النظيف. يعني كويس جدا. دينا احمد تقول انا ضوافري مش بتطول خالص، وكل ما تطول بتتكسر، ده سببه ايه؟ سببه ممكن يبقى نقص حديد، ممكن يبقى نقص كالسيوم، ممكن يبقى نقص زنك، كل الحاجات دي من اسباب تكسر الاظافر. نقدر نستخدم الب مالتي فيت قرص واحد بس في اليوم. امتى هاخد الب مالتي فيت؟ يا اما بعد الفطار يا اما بعد الغداء، ما ناخدوش بالليل. على كوبايه، ممكن يبقى على الريق على فكره، بس ممكن ناس تقول لك لا انا مش قادره استحمله على الريق، فيبقى بعد الفطار بساعه على كوبايه ميه كبيره. طيب الناس اللي هي فوق السبعين برضو، الايدج ده بيبقى عايز نسب معينه من الفيتامينز بتركيزات عاليه شويه، هل تركيزات الب مالتي فيت هي زي ما احنا قلنا هي مودريت شويه او وسط، هل بتؤثر بشكل ايجابي للسن الكبير ده؟ طبعا بتؤثر طبعا بشكل ايجابي، يعني يعني عندي فيتامين سي 500 ملي جرام which is fine، وبقول مع الب مالتي فيت انا باكل معاه اكل صحي. عندي زنك 23.9، تركيز كويس جدا. لا انا مش مع ان هم ياخدوا اكتر من قرص واحد في اليوم. دي الجرعه اللي صرحت لنا من هيئه سلامه الغذاء المصريه. الجرعه المصرح بيها من هيئه سلامه الغذاء المصريه هي قرص واحد في اليوم لجميع الاعمار. اللي عايز ياخد اكتر من قرص برجع اقول دي بتبقى تحت اشراف دكتور. دي مهمة جدا يعني. كويس جدا. على طول بقول لا افراط في الفيتامينات، يعني ممكن حد مثلا يقول ايه انا هون الله الب مالتي فيت وانا شفت ده ونتيجته حلوة يلا ناخده اخد 3 4 اقراص، لا 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 لا، الحاجة لما بتزيد عن الحد بتتقلب ضد. هو قرص واحد كفاية قوي، وكمان بندعم بالاكل الصحي لان هو مكمل غذائي وليس عليك. طيب بالنسبه لبرده هنا لو هنتكلم عن الناس اللي هي شويه بتعاني من خمول شديد جدا، وبيبقى خلاص الناس اللي هي بتوصل للليفل ده من الخمول تبقى مش قادره اصلا ان هي حتى تعمل اي حاجه لنفسها، ففكره ان انا اقنع حد ان انت جسمك محتاج مكمل غذائي، اقناع المريض او اقناع الشخص نفسه دي بتتم ازاي؟ لان مش اي حد بيقتنع بالمكملات الغذائيه وشايف ان هي اصلا مهمه. بصي يا نهواندا، هو الخمول سبب حاجات كتيره جدا، من احد الاسباب نقص الفيتامينات، لكن عندي اسباب مرضيه برضو، يعني لازم نطمن على الكبد وانزيمات الكبد وانزيمات الكلى، لان لو في مشكله هيعمل لي خمول. لازم نطمن على القلب، لازم اطمن على مستوى الحديد. ناخد الب مالتي فيت، لكن لو الخمول فضل مزمن معايا لازم ارجع لدكتور كبد فورا، او اعمل التحاليل بتاعتي اللازمه والدكتور يعرف هل هو نقص فيتامينات ومعادن ولا سبب مرضي لا قدر الله. وازاي اقنع بقى الشخص اللي من وخمول في الغده الدرقيه على فكره البنات بيعمل خمول، يعني طب بيعمل كسر. والخمول عن فكره ان انا اساعد نفسي بقى، ده برضو جزء من سؤالي زي ما كنت بقول لك، ازاي اقنع شخص هو ما عندوش اي نيه ان هو يغير، هو راضي باللي هو فيه، بفكره لا المكمل الغذائي ده مفيد وممكن يفرق معاك في حياتك بشكل كبير؟ اقنعه. اكيد بتقابلي كيسز كده كتير. بس ايوه طبعا، اصل الكسل ده لو فضلت كسلانه طول الوقت انا هخش في الكسل. طب عن كل حاجه بقى خلاص، مش عايز لا كمكمل غذائي ولا عايز اكل صحي ولا عايز اخس ولا عايز اتخن. دي مش حياه بقى، يعني دي مش حياه، دي ليفل وحشه. دي ليفل مش حلوه خالص، يعني برجع اقول لا دي ليفل مش حلوه، ما نسيبش نفسنا لده. يعني ما نسيبش نفسنا للاستسلام، لازم نفضل احنا طول ما احنا عايشين
لازم يبقى عندنا نشاط. امال احنا عايشين ليه يعني؟ يعني عشان ان احنا ننتج ونروح ونيجي، يبقى عندنا نشاط وعندنا طاقه. فنقنعه، هو لازم يقتنع ان الاصل لو الواحد تعبان محدش بيشيله. فهو لازم يقتنع ان هو يشوف هو الكسل نتيجه مرض او مرض عضوي او نتيجه سوء تغذيه. هو لازم برضو يقرر يعني. طيب لو اتكلمت معاكي برضو عن فكره هنا مكونات قلب مالتي فيت، وهل ممكن لو شخص اكتشف في النص كده ان هو الفيتامين هو بياخده او المكمل الغذائي ده تعبه، زود ضربات قلب، زود طاقه، وات ايفر، هل ليه اي عرض ولا ده بيبقى وهم لو حصل؟ لا 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 لا، ده بيبقى وهم طبعا. قلب مالتي فيت او مش مصدره اصلا الفيتامين؟ لا، هو ده اللي بقول، الفيتامينات ما بتعملش، ما دام باخد الجرعه المصرح بيها زي ما انا قلت، ما بتعملش الكلام ده خالص. لا لا لا، قلب مالتي فيت بعيد اطلاقا عن اي اعراض جانبيه. اهم حاجه الاستمراريه، اخده كل يوم قرص واحد زي ما قلت بعد الفطار، وبرجع اطمن الناس انه موجود في الصيدليات، فده بيدي امان رائع ان انا اشتريه من الصيدليه. واللي مش قادر ينزل من الصيدليه بيتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، والدكاتره الصيدله اللي مش عارفين يجيبوا قلب مالتي فيت منين، احنا موجودين في الشركه المتحده للصيدله، هم بيبقوا عارفينها لانه بيطلبوا كل الادويه والمكملات الغذائيه والكريمات من الشركه المتحده للصيدله بكود 83205. طب لو حد استمر على قلب مالتي فيت وما لقاش نتيجه، حس ان هو برضو عنده خمول لسه، حس ان يعني شعر لسه ما اتظبطش، واخد مثلا كورس 3 لـ6 شهور، ساعتها بيبقى المشكله فين؟ برجع اقول ما دام الموضوع فضل مزمن برجع لدكتور فورا. يعني شعري اخدت الفيتامينز المطلوبه، شعري لسه بيقع، لازم اكشف على الغده الدرقيه، لازم اكشف على انزيمات الكلى، لازم اتاكد ان ما عنديش مرض مناعي بيوقع لي الشعر. فهي دي، لو انا مثلا عندي شويه مود سوينجز، ديبريشن او نفسيتي مش متظبطه، واخدت قلب مالتي فيت ولسه النفسيه زي ما هي، بلجا لدكتور سايكايتريك على طول او سايكول يعني دكتور نفسي على طول. ممكن يبقى عندي مشكله مرضيه. مثلا الطاقه برضو، لو انا زي ما انا قلت الطاقه، لازم لو طول الوقت انا لسه كسلانه بعد قلب مالتي فيت، لازم اشوف دكتور كبد، دكتور او اطمن على نسبه الحديد، اشوف الكلى بتاعتي، اشوف الغده الدرقيه بتاعتي. هو ده اللي بقوله، لو فضل الموضوع يبقى فيه ممكن مرض عضوي. انا عشان كده بقول اي عرض مش لازم طول الوقت يبقى ناقص فيتامينات ومعادن، يعني برضو دي مهم. طب التحليل دي نعملها قبل ولا بعد ما ناخد المكملات الغذائيه؟ انا بقول في تحاليل دوريه المفروض نعملها بغض النظر، بغض النظر بقى قبل بعد، زي السي بي سي، انزيمات الكبد والكلى مره في السنه. السيدات اللي فوق الـ40 يطمنوا على الثدي بتاعهم، الدكتور بيقول لها ازاي تعرف تكشف على نفسها او تعمل دوريه المونوجرام والحاجات دي، ده مهم جدا. والكوليسترول، الكوليسترول لما بيعلى ما عنديش عرض للكوليسترول، فممكن حاجات بتبقى عاليه وانا ما عنديش عرض ليها. السكر التراكمي مهم جدا ان احنا نعمله، لو بالذات لو عندي هيستوري من العيله عندهم سكر او كوليسترول، الحاجات دي كلها المفروض تبقى دوريه سواء بقلب مالتي فيت او من غير قلب مالتي فيت. يعني دكتور دينا والله الوقت بيجري معاكي دايما، بس نورتينا واستفدنا كالعاده، بشكرك جدا. حبيبتي حبيبه قلبي، نتقابل في ملف اخر ان شاء الله وحلقه جديده. وفي الاول وفي الاخر فعلا الموضوع لازم يكون قرار، فكره ان انا عايز احسن من صحتي، عايز ان انا اي فيتامين جسمي محتاجه ان انا اوفره له، فده بيكون اكيد بالفايده عليا في الاول وفي الاخر. فلازم يكون في قرار، لان في ناس كتيره ثقافتنا او بعض الثقافه منتشره عندها اللي هو مش مهم، مش لازم نبقى ناخد بعدين المكملات الغذائيه. أعتقد ده شيء لا يتجزأ من حياتنا، مهم جدا على المستوى اليومي كمان أو على الروتين اليومي. بشكر حضراتكم جدا على متابعتنا، نشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله، وعشرة الصبح في الأهلي.